سادة المتابعين منصة التربوية السورية، تحية لكم مني بسام بركات، مرجع اختصاصي لمادة الرياضيات في تربية حمص، ومن زميلي الأستاذ حسن حسن مدرس الرياضيات في تربية حمص. سيقدم لنا الأستاذ حسن مواقف تعليمية في تحليل التوافق حول منشور ثنائي الحد. تفضل. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم. نتابع في وحدة التحليل التوافقي. نقوم بحل التمرين التالي. ليكن كثير الحدود fx يساوي إلى 1 زائد ax مرفوع للأس 5 في 1 زائد bx مرفوعة للأس 4، حيث a و b عددان طبيعيان. فإذا علمت أن أمثال x تساوي إلى 62، فما هي القيم الممكنة للمجموع A زائد B؟ من معطيات المسألة، المعلوم لدينا أن x أمثال x في منشور كثير الحدود تساوي إلى 62. لننتبه إلى الملاحظة الآتية: في أي كثير حدود BX يساوي إلى A0 زائد A1X زائد A2X للتربيع زائد ANX بالأس N، للحصول على الحد الثابت أي A0، نقوم بتعويض X تساوي الصفر في العبارة، فيكون B0 يساوي إلى A0 زائد A في صفر صفر، A2 في صفر أيضا صفر، AN في صفر صفر، فنحصل على A0 حد المستقل عن المتحول x في منشور كثير الحدود. معطيات المسألة، المعلوم لدينا أمثال x، أي المطلوب هو a1 أن تكون لدينا معلومة. للحصول عليها نحاول التخلص من x، وذلك عن طريق الاشتقاق. فلو اشتقينا كثير الحدود بفتح ال x تساوي A0 الحد الثابت مشتقه 0، A1 في X مشتقها A1، A2X للتربيع مشتقة 2 في A2X بالأس 1 زائد مشتق ANX بالأس N هو N في ANX بالأس N ناقص 1. لو عوضنا بدلا عن X 0 بفتحة 0 يساوي A1 زائد 2 A2 في 0 أي 0 N A N في صفر أي صفر، فيكون بفتح الصفر هو عبارة عن A واحد أي أمثال X. فأمثال X هي مشتق كثير الحدود بتعويض قيمة ل X تساوي إلى الصفر. كثير الحدود الفتحة الـ x يساوي إلى 1 زائد AX بالأس 5 مضروباً بـ 1 زائد BX بالأس 4. لحساب مشتق لدينا جداء تابعين A1 زائد AX بالأس 5 ضرب 1 زائد BX بالأس 4. مشتق جداء تابعين هو مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. 1 زائد AX بالأس 5 مشتقه هو 5 في 1 زائد AX بالأس 4 مضروب بمشتق 1 زائد AX أي مضروبا بA، ومشتق 1 زائد BX بالأس 4 هو 4 في 1 زائد BX بالأس 3 مضروبا بB، فيكون الفتحة X هو 5 في 1 زائد AX بالأس 4 ضرب A وهو مشتق التابع الأول ضرب التابع الثاني 1 زائد BX بالأس 4 زائد 4 في 1 زائد BX بالأس 3 في B وهو مشتق التابع الثاني 1 زائد BX بالأس 4 مضروبا بالتابع الأول 1 زائد BX بالأس 5. ما نبحث عنه هو أمثال X، فنعوض بدلا عن X بالصفر، فيكون الفتحة الصفر تساوي 5 في 1 زائد 0 بالأس 4 ضرب A زائد 1 زائد 0 بالأس 4، 1 بالأس 4 1
ضرب 5 هي 5، 5 في A، 5 A، 5 A في 1 أي 5 A. 1 زائد 0 أيضا 1 بالأس 3 هي 1 ضرب 4، 4 في B، 4 B ضرب 1 فيكون الناتج 4 B، أي الفتحة عند الصفر تساوي إلى 5 A زائد 4 B. ومن معطيات المسألة أمثال X تساوي إلى 62، مشتق التابع عند الصفر هو أمثال الـ X، أي 5 A زائد 4 B تساوي إلى 62. 5 A زائد 4 B، المطلوب لدينا من نص المسألة هو حساب A زائد B. فلو قمنا بطرح واحد A من 5 A أي 4 A، يكون 4 A زائد 4 B بالإمكان إخراج الأربعة كعامل مشترك، فيصبح لدينا 4 في A زائد B، وبالإمكان أيضا إضافة B إلى 4 B فتكون 5 A زائد 5 B بإخراج الخمسة كعامل مشترك، تكون 5 في A زائد B. A و B عددان طبيعيان، 5 A زائد 4 B هي أكبر أو تساوي 4 A زائد 4 B، وهي أصغر أو تساوي 5 A زائد 5 B. بإخراج الأربعة عامل مشترك يكون 4 في A زائد B، بإخراج الخمسة كعامل مشترك يكون 5 في A زائد B، وبتعويض 5 A زائد 4 B بقيمتها 62 نحصل على المتراجحة 62 أكبر أو تساوي 4 في A زائد B، أصغر أو تساوي 5 في A زائد B. لدينا 62 أكبر من 4 في A زائد B، أصغر من 5 في A زائد B بتجزئة المتراجحات. 4 في A زائد B أصغر أو تساوي 62 بقسم الطرفي المتراجحة على 4، يكون A زائد B أصغر من 62 على 4. 60 تقسيم 4 هي 15، و2 على 4 هي نص، أي A زائد B هي أكبر من 12، أصغر من 15.5. A زائد B أصغر أو تساوي 15.5. من المتراجحة 62 أصغر أو تساوي 5 في A زائد B، أي A زائد B أكبر من 62 على 5. 62 على 5، 60 تقسيم 5 فيها 12، 2 على 5 هي 4 بالعشرة، أي A زائد B أكبر من 12.4. ندمج المتراجحتين، ندمج المتراجحتين فيكون A زائد B أكبر أو يساوي 12.4، أصغر أو تساوي 15.5. ننتبه أن A و B هما عددان طبيعيان، بالتالي مجموع A و B أيضا عددان طبيعيان. الأعداد الطبيعية المحصورة بين 12.4 و 15.5، أول عدد طبيعي أكبر من 12.4 هو 13. 15.5 لا نستطيع أخذ 16 لأنه أكبر، نأخذ العدد الأصغر وهو 15، أي A زائد B يمكن أن تأخذ القيم 13، 14، 15، وهي الأعداد الطبيعية المحصورة بين 12.4 و 15.5. شكرا لكم أعزائي الطلاب.